كان يتكون من هذا السوق. حتى في معروف يعني عند البغادل اليهود كانوا لهم تأثير بسوق قوي ك يعني أشخاص متنفذين وكتجار يعني معروفين على مستوى العراق ومستوى ارتباطهم خارج العراق. هاي يعني قضية تكوين السوق. يفتح سوق الشورج أبوابه من الصباح الباكر ليبقى حتى ساعات المساء، يستقبل ويودع زائريه الذين لا تقف حدودهم عند العاصمة بغداد، بل إنهم من محافظات العراق كافة.